يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج هذا الرجل. إيش؟ نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج فلان على فلانة. نعم. كيف تزوج فلان على فلانة؟ أو تزوج بفلانة؟ مكتوب تزوج فلان بفلانة. ها؟ هو كاتب على قصده أن تضر المرأة، أن يتزوج زوجها زوجة أخرى يضر عليها، تريد الضرر عليها، هذا ما يجوز لها. وإذا نذرت إن هذا لا يعتبر نذر طاعة، هذا ما يعتبر نذر طاعة، لأنها تريد الضرر بأختها، وأنها يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى من جلد ضايقها، هذا ما هو بنذر طاعة. عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتستغفر. نعم. وتكفر كفارة يمين؟ ولا كفارة يمين، هذا نذر معصية لأنها تريد الإضرار بأختها. نعم.